الفنان الجميل العظيم. شكرا ليك. شكرا شريف. هو الميزه احنا في مسلسلات يمكن قدمت عن داعش، لكن يمكن اول مره بنشوف داعش الجانب النسائي. دايما كنا نقدم الارهابي رجل، لكن ان كمان نشوف الجانب النسائي الارهابيات، ده الجديد في مسلسلنا. يعني كتيبه لواء الخنساء دي معلومات انا نفسي ما كنتش اعرفها. تجربه النقاب كانت عامله معاك ازاي؟ مزعجه جدا. جدا. انا مخنوقه واللبس تقيل تقيل، اللبس كله وزنه تقيل، يعني انا شايله شيله بلس السلاح بقى اللي متعلق. جايز جابوني النقاب تقيل وهو سهل. لا لا لا، بحاول اريحك. لا لا لا، ما اريحكش خالص. انا طول الوقت اقول لا خليني اشيله خليني اشيله، تقول لي ما ينفعش ما بيمشيش من غير النقاب. تقول لي فاكره طب المشهد ده مشهد العربيه؟ لا لا ما ينفعش. انا جوه العربيه بكلم منى اشيله؟ لا يمكن. طب اشيله كده انت في الشارع؟ لا يمكن. مشهد طويل، مخنوقه والدنيا حر والميه عماله تجري جوه الهدوم. لا لا، احنا كنا مخففين كمان، عاملين يعني انا وريم لقينا فكره ان احنا نخفف كمان الحقيقي جدا. هو كان بلوك اسود بلوك. طب يشوفوا ازاي يجروهم الحقيقه؟ انا مش عارفه، كان بلوك اسود وهنا بس افتح سنه. والله ما كنت بشوف، انا كنت بقول لهم فتحنا درجه، فتحنا درجتين، وسعنا. حاولت انقذك انت اللي مصر. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني.